جنازة عسكرية بحضور محلب ووزيري الدفاع والداخلية لشهيد الشرطة العميد طارق المرجاوي والذي راح ضحية تفجيرات جامعة القاهرة. اجتماع للجنة الوزرية الأمنية لبحث تطورات الموقف الأمني على خلفية تفجيرات جامعة القاهرة. تنديد شعبي ورسمي واسع لتفجيرات جامعة القاهرة، والأزهر يؤكد على حرمة الدم في الإسلام وسائر الأديان. في القاهرة السادسة بتوقيت غرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، والبداية مع دينا إبراهيم. شكرا لك شادي، أهلا بكم. شيعت اليوم جنازة الشهيد العميد طارق المرجاوي الذي لقي حتفه في انفجار عبوتين ناسفتين بميدان النهضة بالجيزة قرب البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة. شارك في تشييع الجنازة العسكرية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي. مساعد يعني العميد طارق المرجاوي، وكان المثل والقدوة للضباط والأفراد والجنود ومديرية أمن الجيزة. من بداية عمله في الجيزة من زمان، منذ تخرجه ضابط يمتاز بكفاءة عالية، قوة شخصية، إلمام بواجباته في منتهى النشاط، طول عمره بيأدي بجدية وإخلاص وبيدي شغله أكتر من حقه. ندعو الله أن يتقبله من الشهداء، وده هو ده هادي الشرطة تقدم ضحايا ونستمر تقديم ضحايا لحد ما يعود الأمن والأمان لمصر بلدنا الحبيب إن شاء الله. لن تؤثر مثل هذه الأعمال الإرهابية في عزيمة أبطالنا من رجال الشرطة. إن شاء الله الحاجات دي ما توقفناش عن مسيرتنا في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وإن شاء الله لازم نرجع الأمن والأمان بلدنا الحبيب بإذن الله. محمد علوي، أنيل. كان مقر كلية الهندسة بجامعة القاهرة قد شهد ظهر اليوم انفجار عبوتين ناسفتين محلية الصنع، استهدفت قوة التأمين الشرطية، وأسفر الانفجار عن استشهاد العميد طارق المرجاوي وإصابة 5 آخرين من قوات الشرطة.
وتلا الانفجارين انفجار ثالث لم يسفر عن وقوع ضحايا، وقد انتشرت قوات الأمن وخبراء المفرقعات في محيط الجامعة وميدان النهضة للوقوف على ملابسات الحادث، والذي يأتي في سلسلة الاعتداءات التي تتعرض لها البلاد. هكذا بدا المشهد عقب التفجيرات الإرهابية الغادرة التي استهدفت نقطة ارتكاز للشرطة أمام جامعة القاهرة. انفجاران بقنبلتين أسفرتا عن استشهاد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وإصابة 5 أفراد من قوة مديرية أمن الجيزة، أعقبهما انفجار ثالث فيما كان رجال الشرطة والصحفيون يتجمعون في موقع الانفجار الأول. وزارة الصحة والسكان أعلنت أن الضحايا سقطوا نتيجة انفجار قنبلة بدائية الصنع أمام كلية الهندسة جامعة القاهرة، وأنه تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وواحد إلى مستشفى الأطباء إضافة إلى العميد الشهيد. وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى جامعة القاهرة، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط المناطق المحيطة بالجامعة قبل أن تفتح السلطات الأمنية لاحقا الشوارع المحيطة بالجامعة. رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يرافقه وزير دفاع الفريق أول صدقي صبحي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قاموا بزيارة مصابي التفجيرات بمستشفى الشرطة بالعجوزة حيث اطمأنوا من الأطباء المعالجين على صحة المصابين، ووجه رئيس الوزراء بتوفير كافة الرعاية الصحية والطبية لهم. وقد تزايدت الاعتداءات والهجمات الإرهابية التي تستهدف عناصر الشرطة والجيش منذ 9 أشهر، وتحديدا بعد عزل محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو وإعلان تنظيم الإخوان لاحقا تنظيما إرهابيا. وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن عدة اعتداءات إرهابية أبرزها تفجيري مديريتي أمن القاهرة والدقهلية وإسقاط مروحية عسكرية وتفجير حافلة سياحية في جنوب سيناء. إبراهيم سعودي، النيل. وعلى خلفية أحداث تفجيرات جامعة القاهرة، أقرت اللجنة الوزارية الأمنية خلال اجتماعها اليوم تكثيف التواجد الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات، كما أقرت اللجنة تكثيف الدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة، وكذلك استعراضت التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب. شارك في الاجتماع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل النيل من مجلس الوزراء منذر أبو دوح. منذر، ما هي القرارات التي خرج بها اجتماع اللجنة الأمنية بمجلس الوزراء؟ بالفعل صدرت القرارات 3 بعد الاجتماع الأمني الذي بدأ في 6 من مساء اليوم بعد عودة رئيس مجلس الوزراء من المشاركة في جنازة الشهيد الوطن وشهيد الوطن والشرطة، وكذلك بعد تفقده لأحوال المصابين في مستشفى الشرطة بالعجوزة واطمئنانه على حالتهم وتقديم الدعم والرعاية الطبية لهم، عاد إلى مقر مجلس الوزراء في هيئة الاستثمار، وتم عقد الاجتماع الأمني الذي دعا إليه بقيادة بحضور وزير الدفاع ووزير الداخلية وكذلك وزير العدل ورئيس الجهاز المخابرات العامة والجهاز المخابرات الحربية وكذلك الأمن القومي، وتم دراسة الموقف الأمني بعد حادث التفجير الإرهابي وكيفية ردود الفعل تجاه هذا المواقف الإرهابية وكيفية الحد من هذه الإرهاب الذي يمس الشارع ويمس أمن المواطن، والهدف منه هو زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد وتأثيرهم على خريطة الطريق. وأكد إبراهيم محلب بعد اجتماعه بأن الحكومة لن تتوانى عن استكمال خريطة الطريق واستكمال الاستحقاقات الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية القادمة، وأن الحكومة في قراراتها 3 ما تم استعراضه من تكثيف الأمن في المناطق المحيطة بالجامعات وكذلك تكثيف الدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة يوميا على مدار اليوم واستعراض التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب، هذه القرارات 3 من شأنها الحد من عمليات إرهابية والقضاء على الإرهاب الأسود الذي يلف مصر منذ ثورة 30 يونيو الماضي. شكرا لك منذر أبو دوح من مقر مجلس الوزراء. قال دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إن الانفجارات الإرهابية التي وقعت أمام جامعة القاهرة لن تؤدي إلى تعطيل الدراسة، وقد شهدت جامعة القاهرة تجديدا للإجراءات الأمنية بعد حادثة الانفجارات. وأغلق الأمن الإداري بالجامعة البوابات الرئيسية مع السماح للطلاب بالخروج من البوابات الفرعية فضلا عن إجراء عمليات تفتيش للسيارات الوافدة إلى الجامعة. Thank you.
وينضم إلينا مراسل النيل محمد علوي من مقر وزارة الداخلية. محمد، هل تم التوصل إلى أي من التفاصيل حول يعني هذا أو هذه التفجيرات التي حدثت اليوم في جامعة القاهرة؟ لينا يعني حتى هذه اللحظة بدأت تتضح الخيوط الأولى في هذه الواقعة. رجال البحث الجنائي قاموا بعملية سؤال شهود الرؤية والإثبات، وأيضا بدأت عملية تفريغ الكاميرات الخاصة بجامعة القاهرة والتي ستكشف النقاب عن الكثير من الأمور. تعلمي جيدا أن توجد كاميرات لجامعة القاهرة بالتأكيد رصدت يعني ما حدث من زرع لثلاث عبوات، سواء العبوات اللي تم تفجيرهم الساعة 11:15 أو أيضا العبوة الثالثة والتي يعني انفجرت بعد ساعة من العبوتين. يعني بالتأكيد أنه عملية الزرع جاءت في وقت واحد، لكن عملية التفجير جاءت متتالية. وزارة الداخلية ومن خلال رجال البحث الجنائي ومن خلال أيضا تفريغ الكاميرات الخاصة بجامعة القاهرة بالتأكيد يعني وصلت إلى بداية الخيوط في هذه الواقعة، وخلال الساعات القليلة القادمة بالتأكيد يعني سيتم الكشف عن الكثير من ملابسات هذه الواقعة. نعم محمد، يعني توصف العمليات التي حدثت صباح اليوم بأنها نقلة نوعية في العمليات الإرهابية التي تواجهها مصر. هل هناك حديث داخل وزارة الداخلية عن تغيير في استراتيجية مواجهة الإرهاب في الفترة القادمة؟ بالتأكيد دينا يعني السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية صرح لقناة النيل أن خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد استراتيجية جديدة لوزارة الداخلية، استراتيجية جديدة لمكافحة هذا الإرهاب الأسود. أيضا اليوم ومن خلال لقائنا مع اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة واللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أكدوا على أنه سيتم التعامل بشكل مختلف مع ما حدث في جامعة القاهرة، وأكدوا على أن الأيام القادمة ستشهد استراتيجية جديدة في التعامل مع هؤلاء الإرهابيين، وأيضا ستحاول وزارة الداخلية في يعني التأكيد على مواجهة هذا الإرهاب الأسود بالقانون، وسيطبق القانون مع كل من يعني يرفع السلاح في وجه رجال الشرطة أو يحاول القيام بأي أعمال إرهابية. نشكرك شكرا جزيلا محمد علوي مراسل النيل متحدثا إلينا من مقر وزارة الداخلية. وانضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور يسري العزباوي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور يسري، يعني كيف ترى الانفجارات الثلاث التي وقعت اليوم أمام جامعة القاهرة؟ أعتقد أن ما حدث اليوم طبيعية للأسف الشديد في ظل وجود إرهاب أسود وعدم وجود استراتيجية حقيقية من الوزارة الداخلية للتعامل مع مثل هذه العمليات التي تتسم وتأخذ طابع القاعدة في التنفيذ، خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين ارتبطت خلال ما بعد فرض اعتصام بجماعات متطرفة، جماعات أكثر تشددا بشكل واضح، وأيضا هي نتيجة لامتداد الأفق السياسي ونتيجة لعدم وجود استراتيجية حقيقية من الدولة للتعامل مع الإرهاب والتعامل مع العنف. إذن هل أنت ترى أن نحن بحاجة إلى تطوير منظومة العمل الأمني؟ نعم، لأن المسألة يعني منظمة تصريحات معالي الوزير بيتكلم على فكرة أنه نقلة نوايا، ثم حدثت انفجارات في مباني مديريات الأمن في القاهرة وفي الدهلية، هل هذا نقلة نوعية؟ يعني فكرة الحديث عن نقلات نوعية بتزيد، والمسألة دخلت في خط أخضر ودخلت في نفق ذات